الشمال ان السوري ينظروا. السلم السلم اخلاق المسلمين في الشمال. اوبا اوبا شايفين يا حلوين هذه اخلاقهم. اوه يا حبيبي شوفوا اخلاقهم طلعوا اخلاق المسلمين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اخلاق المسلمين شايفين هاي اخلاق المسلمين هاي اخلاق المسلمين الكل يصور جعلوه للنبي اللي بيحب النبي يا شباب يصور طيب اللي بيحب النبي يصور يا شباب يفكرها شطارة اللي بيحب أخوتي النبي يفكرها محمد شطارة صوروا صوروا صور البث هو يفكرها شطارة ما يفكرها اخلاق المسلمين يشوه دينه ويشوه سمعته وسمعة عيلته طلعوا عليه مين الغلط انا ولا هو انا ما اغلط انا عندي اخلاق بس عليه كمان وحدية لخر وحدية لخر واحد طلعوا شايف شو يربون اولادهم المسلمين طلع هي من ابني هي يربون اولادهم هي من ابني على صفوق مسلمين مسلمين اخلاق مسلمين طلع زوق في دخل وحيد دخل كمان كمان عبي تمك مزبوط لك عبي تمك عبي تمك لك عبي تمك كمان كمان صفوق اخلاق المسلمين مسح وشك لك عرصه مسح وشك مسحه اللي يحب يشوف يوم راح افتح بس فيك يا عرصه عينه طبعا اليوم اخلاق المسلمين للأمانة على الهواء مباشرة للأسف للأسف يسبون يلعنون يشتمون للأمانة هذه اخلاق المسلمين هذه اخلاق المسلمين اساسا عملوا عملوا متابعة شباب شباب كل شيء موجود باللايف اعملوا متابعة بدي افتح فيه لايف انكد شعر دقنك هي شعرة شعرة بس تخلص خبرني بس تخلص اخلاق المساجد خبرني بس تخلص اخلاق المساجد خبرني من نص ادلب في صفوق شايفين اخلاقنا ما شاء الله من نص ادلب اخلاق الرجال في الشمال السوري من نص ادلب شوف اخلاق الثوار من نص ادلب في الشمال السوري واخلاق المسلمين في الشمال السوري هذه هي الاخلاق للامانه لا السعوديه لا الامارات لا الخليج عنده هذه الاخلاق الزباله صراحه ما شفت خليج يشتم شوف السوري ابن السبيه شلون يشتم يلا احكي الشمال السوري شوف ابن السبيه شلون يشتم شوف ابن السبيه في تمك شوف ابن السبيه طلعوا هذا ابن السبية يا خليجنا العربي يا خليجنا العربي ابن السبية انظروا إليه ابن السبية يا خليجنا العربي يلا مسح مسح خليك مسح السوري. خليك لك مسح يا حيوان مسح ايه مسح مسح شايفين اخلاق المسلمين في الشمال السوري اسم الله اسم الله اخلاق المسلمين في الشمال السوري عرفكم به طبعا مسلم خلونا نتابع نتابع ممكن يخلص بعد شوي امتى تخلص امتى تخلص جزاك الله خير امتى تخلص جزاك الله خير والله بدي سهل بس يا ريت تنام لورا مشان حط طيسي فوق مخك وسهل عليك بكون خلصت عرفت قول يا رب يلا بلش 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 قول يا رب يلا سهل المساجد قول يا رب افتح تمك خليك افتح تمك افتح تمك افتح تمك يلا اخلاق المساجد قول يا رب قول يا رب يلا قول يا الله قول يا يلا الله يلا افتح تمك لك انت افتح تمك وما عليك قول يا الله قول يا انت الله انت افتح تمك لا 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 قول يا الله قول يا رب قول يا رب اخلاق المسلمين يلا راح يخلص امتى تخلص امتى تخلص امتى تخلص بس تفتح تمك بس تفتح تمك هيك وشوف طيب امتى بس تفتح تمك بس تفتح تمك يا حي في ورانا ناس في طابور ناطرنا في ورانا ناس ناطرين امتى تخلص امتى تخلص امتى تخلص امتى تخلص امتى تخلص في ناس ناطرين صوروا 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 على الشاشه بزقلك صوروا يا شباب اخلاق المسلمين طبعا لك صوروا يا شباب اخلاق مسلمين اخلاق مسلمين طبعا اخلاق يلا 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 بس تخلص ولا شو هاي اخلاق الاسلام هاي الاخلاق اريد اخلاق الاسلام هذه تفرج هاي اخلاق مسلمين ليك 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 اخلاق مسلمين طلعوا قرف المسلمين طلعوا 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 طلع طلع بس لمسح الجهاز شايفين قرف المسلمين أخوتي إذا في حد أخلاق مسلمين بعد يطلع يا مرحبا الرجال خلص طبعا جزاه الله خير أخذ حسنات راح يدخل الجنة لأنه شتم ولعن ولو كنا بجنبه ممكن يقتل مشان يدخل الجنة إذا في حدا بعده يتفضل يعطينا أخلاق المسلمين يا يعني.